قد يبدو كأي وسيلة نقل أخرى، ولكن ما ينقله هو رسالة فنية تحاول تجسير الهوة بين الثقافة الغربية والعربية. هناك نقص في المعلومات والاتصال الشخصي لنقل الثقافة بين الولايات المتحدة والعالم العربي، وهذا الكرفان يتيح لهذا الاتصال المباشر. الكرفان الذي يجوب الولايات المتحدة يستعمل كمعرض في الداخل والخارج، وهو هذا الأسبوع يشارك في إحدى أهم المعارض العالمية للفن المعاصر في مدينة نيويورك. هذا العام اختار منظمو المعرض التركيز على منطقة الشرق الأوسط ودعوة فنانين من معظم البلدان العربية للمشاركة. هناك تعطش في الولايات المتحدة للاطلاع على الثقافة الفنية العربية، وهنا لدينا أكبر تشكيلة فنية عربية في الولايات المتحدة. الدعوة توجهت إلى 50 فنانا ومعرض فن للمشاركة، لكنها كانت بالنسبة للبعض صادمة. وقت قالوا لي أنه كان رح أعرض أول مرة بالأرمين، يعني تقريبا صار عندي صدمة، ما كنت مبسوط، يعني ما كنت أعرف. كانت أول مرة بحياتي أنه عم بياخذ شغلة لبرا، وخصوصا بالأغمغي. وين ويستقطب هذا المعرض عشرات الألاف من الرواد والزائرين. نستطيع أن نقول كلمة، يعني الكلمة التي يعني بداخلنا من غير يعني ما في أحد يحكي عننا. زمن وردح طويل جدا لم نستطع يعني الوصول إلى أذهان الناس وإلى أفكارهم بأعمالنا الفنية أو بثقافتنا بشكل عام يعني. وبحسب معظم المشاركين فإن ردود الفعل إيجابية جدا على هذه الأعمال التي يأتي أصحابها من مناطق حروب ونزاعات تشغل العالم. هذه المشاركة العربية في معرض الأرمري ربما تكون مدخلاً مختلفاً لفتح الحوار بين الثقافة العربية والغربية، ولكنها أيضاً تفتح المجال أمام بعض الفنانين العرب لدخول السوق الأمريكي وإيصال رسالتهم الثقافية لعدد أكبر من رواد وعشاق الفن. بول حجازين، سكاي نيوز عربية، نيويورك.